سبعة شهور يعني معقولة؟ سبعة شهور اي نعم مبرر يا غني. زين احنا نتفق ان سبعة شهور صراحة مو منطقي يكون هذا التمديد، ولا حتى شهر، لان اللجان صار لها الحين احنا اربعة ادوار للامانة. يعني انا اتذكر ان اكثر من نائب اشتكوا من الدور الثاني بسبب التأجيل، اولهم حمد والاخ محمد عيسى، وما حصلوا جواب لحد هذه اللحظة. احنا اليوم اذا باقي علينا شهر شهر ونص ولازلنا ننتظر الجواب. وانا ايد ما اتجهوا اليه، وفي بعض الاوقات يتكلمون انه يقولون انه والله الحكومة هي تتأخر في الرد، وانا قلت يعني ترى الردود احنا موجودين في اللجان ورأسنا اللجان، في ردود تجي من الحكومة، ولكن بالاقتراحات بقوانين عادة ما بعض الجهات ما يبدون رأيهم، يبدون رأيهم لما هي مشروع، فليش تأخر عندك اقتراح بقانون ولا اقتراح برغبة؟ أعتقد اقتراحات القوانين تحديدا ما تحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث، لأن هذه تأتي مرحلة لما يكون مشروع قانون، ولا في المرحلة الابتدائية بداية بيكون قضية اقتناع اللجنة بفكرة الاقتراح بقانون، ومن ثم المضي فيه من خلال المجلس الموقر. بالنسبة لردود الحكومة فقط على عجالة، اقتراحات الرقبة هناك 21 طلب، تم الرد على 12 طلب، 9 طلبات لم ترد عليها، وأغلب هذه الطلبات كانت حديثة يعني خلال شهر فبراير فقط. بالنسبة لمشاريع القوانين، من أصل 72 طلب تم الرد على 55 طلب، فقط 17 طلب لم يتم الرد عليه، وأيضا هناك أسباب. طبعا لجنة الخدمات من اللجان اللي يعني معظم أو أكثر المقترحات عندنا، طبعا عقدت اللجنة 22 اجتماع كامل. عندنا المواضيع اللي أحيلت إلى اللجنة في آخر سنة يعني 164 موضوع، الإنجاز 64 والمسحوبين 10 والمتبقي 91. عندنا 5 مراسيم أنجز منها 4، عندنا مشاريع بقانون 29، عندنا اقتراح بقانون 55 اقتراح، اقتراح برغبة 66 اقتراح، وقرار مجلس شورى 7 قرارات، وطلبات طلبين. طبعا الكل عارف ان اصعب الملفات كانت موجودة وما زالت موجودة، مثلا ملف التقاعد، هذه اكثر اجتماع او اكثر موضوع ياخذ وقت، وكل اجتماع بيكون مدة اقل شيء ساعتين لساعتين ونص في موضوع واحد. في التقاعد مثلا انجزنا القانون، حاليا عندنا الصيدلة والصحافة قريب بيطلعون، انجزنا الطب النفسي، الملفات امانة كبيرة وثقيلة، عشان كذي يمكن طلب التمديد. يعني احنا الحين الفترة الاخيرة من مجلس النواب كل رئيس لجنة ممكن يغدر اصلا المواضيع المهمة، واحنا نطرش حق 10 تقريبا جهات، 8 جهات، جينا 4 جهات خلت مشي. انا اقتراح بقانون عندي من 2019 توني امس وصلني رد، توني وصلني امس رد انه اعاده النظر فيه، زين 2019 مقدمه، فهذه اعانه محروقات، وفي بدل زياده بدل المواصلات في فتره الحين اصلا زايد البترول ممكن احنا اصلا نتفاوض فيه يردونه. واضح.